كان معروف باسم الخزائن. هذه الخزانة عبارة عن صندوق يتسع للإنسان بجسده واقفا. مساحة الصندوق لا تتجاوز 70 سنتيمتر في 80 سنتيمتر، مغلق بشكل محكم باستثناء ثلاث أو أربع ثقوب صغيرة في أسفل الباب حتى يتم التنفس من خلالها، ويبقى السجين هناك حوالي 14 إلى 18 ساعة يوميا. طبعا قسم كبير من هذه الخزائن كانت توضع في الشمس، فيكون الجو حار جدا في داخلها، لا يسمح بخروج الحمام خلال هذه الفترة، يسمح بتناول الأكل. هناك شرب الماء، قنينة ماء تبقى لديك يومين، لكن مع يعني ارتفاع درجة الحرارة يصبح هذا الماء ساخنا، وأنت تستمر حوالي 18 ساعة يوميا في هذه الأجواء.